اساس الكي اللي دخلت فيه الاهوار كيونسكو كمنطقه محميه، واللي بعدنا سبع اشهر من هذا الدخول انه هذا يحدد مصير الاهوار، هل هي دخلت وراح تبقى ثابته كمنطقه تراث عالمي او تطلع من هذا الليست نتيجه للاثر الكيمي اللي موجود عليه. حياه الاهوار مثل ما تشوفون بالصور باشر المشهد الشائع اللي راح تشوفوه حصد القصب. القصب هو الكورن الاستراتيجي، يعني هو النبات الاستراتيجي لعرب الاهوار، هو غذاء للجاموس ويعتبر الماشيه الاستراتيجيه لعرب الاهوار والماده الاساسيه الاوليه لبناء المضيف اللي راح نستقر به ان شاء الله الساعه 3 الظهر باكر. رحلتنا باكر الى قلب الاهوار الوسطى من قضاء الجبايش انطلاقا الى الحماره الكبيره بركه عظيمه، يعني هم البركه الكبيره البغداديه، لحد ما نوصل الى تل اثرين اسمه ايشان الحلاق او ايشان القبه. فالمشاهد اللي راح تشوفوها هي هاي المشاهد يوميه، كانما واحد رايح البار الشرقي او اي منطقه بغداد، هي عباره عن حياه يوميه لعرب الاهوار. من ضمنها القصب، هذا الطير احتمال نشوفه باكر، هذا هو احد الاسباب اللي دخلت فيها الاهوار كمنطقه تنوع بيولوجي. هذا الطير فقط موجود بالعراق وغير موجود بغير منطقه بالعالم، اسمه هازج قصب البصره. اذا تنزل على المعايير اللي دخلت فيه الاهوار كمنطقه تراث عالمي راح تلقى هذا الطير هو موجود بالعراق وهو اندمج مستوطن العراق. الناس هناك يحصدون رجال ونساء بني اسد، وراح تشوفون طريق مثل طريق الممرات مرور، يعني بلام تروح وبلام تجي، واكو حركه متوازيه ما بيناتهم اتفاق، يعني مو بلام وحده تجازف الثانيه، لا، تيار المي لازم يكون محسوب بين البلمين والمسافه بين البلمين، فعباره عن حياه طبيعيه بتناغم. يجي القصب يخلوه على الطريق تدوس عليه السيارات في سبيل يسوون هاي الباريات اللي راح تشوفوها باكر، واللي احد عندكم اذا يحب يشتريها. السماجين موجودين بنوعين من الصيد، الصيد بالالات الكهربائيه والصيد بالشباك، موجودين بمنطقه معينه اسمها منطقه ابو صوباط او الصفاطه، يصفطون بها السمك. النساء تبيع القصب، هم المشاهد راح تشوفوها. هذا راح نشوفه على حافه الاهوار اذا كان الجو حار، بس اذا جو غائم راح نشوفه. هذا ايضا نوع من انواع الطيور اللي تكون ايضا مميزه للقصب، يصيحوا له هناك طلطول القصب، احنا بنصيح له الإراك بابلر أو هازج القصب العراقي. هذا الحيوان هو هذا كلش مهم أيضا ودخل إلى القائمة. أكو نوعين من عنده بالعراق، النوع الأسود والنوع الأشهب. هذا هو اسمه كلب الماء العراقي. هذا الأسود هو أساسا أسود، نا حتى يصيحوا لك ليه بالمي الأسود. هذا من أندر المخلوقات بالعالم. العراق فقط موجود بالعراق وفقط موجود في الاهوار. هذا النوع يصيدوه الصيادين ويفتحون بطنه ويخلون به ممتلكات الثمينه ويعبدوه ويبقى بالماء الاف السنين لانه جلده ووتر بروف. هذا النوع الاسود، هذا النوع الاشهب، هذا ممتد لكل انحاء العراق عدا هذا. احنا هذا الحيوان اخذنا الدي ان اي مالته واثبتنا انه هذا نوع مميز للعراق، يعني سميناه اراكس سموث كوتد اوتر، كلب الماء العراقي املس الفراق. اللي يلقى باكر هيج حيوان جائزه من عنده بس مشاهده او صوره 50,000 دينار. واللي يصيده شنو الريسك؟ انا متاكد انه احتمال انشاهده كلش قوي اذا باكر الجو غيم. لا احنا لكم شو احنا نحافظ عليه. بس تشوفه بس تقولي لي هذا. يلا يلا بعد ما موجود. هذا الحيوان هرمائي من اللواحق، اعلى صمه بالهرم الغذائي، الغذاء الاساسي مالته الاسماك، وبعد ياكل ايضا ياكل ابن عرس وياكل القوارض، وكائن كلش مفترس.
هذا اسمه ماكسويل اوتر، اكتشفه ماكسويل، وفقط مميز العراقي صحول كلب الماء املس الفراق. هذا هو الاسود لونه، لكن اشهب لا، هذا موجود بالانهار العراقيه. هذا النوع اخذنا به منحه الناشونال جيوغرافيك، هذا الدكتور مختار واثنين ايطاليين وواحد بريطاني، واثبتنا بانه هذا النوع هو مخصص للعراق فقط، الاندمج في العراق. احتمال يعني حاليا في العمل انه احنا نحوله الى نوع مستقل للعالم. الخنزير البري الوايلد بور، اذا نطلع من وكد من غبشه راح تلقوه كل اربعه كل خمسه بشباشه، الشباشه هو قصب نايم ويصير مثل الجزيره العائمه. كان قبل المي يعني مستوى ليفل مالته عالي بدون الشباشه وفوقها الجزيره، وهاي تتحرك بمرور الهواء. اذا شرجي يتحرك جزيره يصير تهله، فهذا دائما تلقوه بالمناطق الطينيه، يجي يرعى بالقصب الناعم، القصب الحاوية الجاموس، وراها ينسحب بالليل، فهو من انواع المتوفر ايضا بالاهوال وصادفها باكر. الاسماك الموجوده هنا اللي ايضا عصب اقتصادي، هي اهمهم اسمكه البني البارباس شاربي، وضعها بهورد شبايش صعب لان صيد جار عليها كلش قوي، فاعدادها قامت تتناقص وتحولت في الاتحاد العالمي لصون الطبيعه من نوع مقيم او نوع مؤقت الى مهدد بخطر الانقراض نتيجه للصيد الجار. هاي لا، هذا هو المضيف القصبي، طبعا هاي الصوره اخذناها سنه 2005 بعد الهور ما بي مي. من رجعت الناس؟ رجع بال 2007 وصل 65% مقارنه بالسبعينات، بعدين رجع صار 40%. زين هذا هو الكارب اللي موجود، راح نشوفه ان شاء الله باكر اتغداكم من هذا النوع. هذا هو الحمري والخشني اللي يجمعون صفاطه يصيدوه، تقدرون ايضا تشوفون عليه عن قرب ويعني تشترون من عنده. هاي طريقه صيد السمك، راح تشوفون من نوصل للبرقه ولو يعني هسه اذا اكو هواء. هذا المشهور اسمه هوري يصير هوري. هذا الصيد انه يكون كلش قريب يعني هاي السليه بالسليه، فهاي عاده شائعه تلقوها يعني بالاهوار، وتلقون الليفل مال ووتر قريب كلش على الصياد، فالصياد كلش متوازن. هذا السبل اللي يتحركون به الناس، السبل هو طريق الماء بين القصب، القصب يصير كيفيه ما تقدر تفوت الا عن طريق سبل اللي هو هذا السبل، هذا قصب البصره. الناس ايضا يصيدون الطيور للبيع، للغذاء والبيع، فتلقون ايضا اذا بالطريق موجوده معك. اكو بالسوق مال الشبايش يجيبون الطير يصيدوه من الهور ويجون يبيعوه لعده اسباب، اهمها هو الجانب الاقتصادي. طبعا احنا ان شاء الله باكر وياكم اعطيناكم التعليمات، وباكر وياكم الفريق اللي راح يكونون لابسين هذا الزي، اي سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لان في حاله عمل، فرجاء لازم نكون هادئين، ما نضحك، ما نخلي انتقادات، ولا نترجل من كيفنا، ولا نصيح، ولا نتحرك حركات مفاجئه بالماي، خصوصا بتحرك الزوارق. واي استفسار عندك عن طبيعه المنطقه من ناحيه الجانب الانساني والجانب البيئي، الرجاء تسالنا، رجاء تسالنا، احنا هنا لخدمتكم، وشرفتونا ونورتونا، واهلا وسهلا بكم، وبدنا نصير. رحمة الله عليكم، وان شاء الله نتحرك ناس للسيارات ونتوجه للفندق اللي هو هذا على ضفة الفرات، فندق الجنوب. مع السلامة.